عادي خرافي. الله يما. رد أصالة على ماريتا حسن طليقة زوجها الشاعر فائق حسن. بعد الأزمة الكبيرة بين أصالة وطليقة حسن فائق، كان لازم أصالة ترد على الاتهام وتبرر موقفها. لما ماريتا اتهمتها بسرقة منزلها بالكامل وطلعت بس مباشر بتثبت للعالم كله إن أصالة وطليقها سرقوا بيتها وبيت أولادها، وقالت الكل شاهد وعارف أصالة وفائق سرقوا أغراضي من البيت. بدي العالم كله يسمع ويعرف حقيقتهم، أصالة وفايق خالوا أغراضي من البيت. وهنا كان لازم أصالة تطلع وتبرر اللي حصل، لكن رد الفعل الأول ما كانش لأصالة وكان لجوزها الشاعر فائق حسن، لما كتب تغريدة على تويتر وقال النوايا مش سليمة بعدهم، أكبر غنيمة زدنا يعني ما قلناش، مصاحبا علامات تعجب. وقال الله الله الله، أغنية فخمة عذبة وصوتك فيها واخذ كل أبعاد المشاعر، زوجتي أصالة. وهنا أصالة ردت عليه وعملت إعادة للتغريدة وكتبت كل اللي مر بحياتي بكفة ومعك بكفة تانية يا أنبل وأطيب إنسان شفته بحياتي، كل المشاعر المستحيلة اللي تمنتها وكنت على يقين إنها مجرد أمنيات معك صارت حقيقة، يا جوزي يا روحي يا أبي وسندي ودنيتي لأبعد حدود السماء بحبك. وتقريبا كده أصالة وفائق ما لهمش بيت يحبوا بعض فيه، فبيحبوا بعض على السوشيال ميديا. ونيجي بقى لرد أصالة. تجاهلت الفنانة أصالة نصري وزوجها الشاعر فائق حسن كل الاتهامات اللي اتهمتها ماريتا حسن باقتحام منزلها وسرقته في دبي والاستيلاء على متعلقاتها الشخصية. ذهبت أصالة لقضاء عطلة صيفية ونشرت صور لها ولعائلتها وزوجها فائق حسن من أجازتهم الصيفية على الشاطئ، واللي خطفت بها الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي. عاوزين نسمع رأيك في الكومنتات، هل أصالة كان لازم تطلع وتبرر موقفها ولا تتجاهله تماما؟ عادي خرافي. الله يما.